السلام عليكم. اليوم أردت أن أعرض عليكم العلماء 10 الذين أعتبرهم في قائمة هذه هم الأعظم في تاريخ العلوم. رقم 10 ماري كوري، وهي العالمة الفيزيائية والكيميائية البولندية الأصل، اسمها الأصلي سكلودوفسكا، والتي حصلت على جائزتي نوبل سنة 1905 أعتقد أو 6 و 1911 لمساهماتها في اكتشاف وتحديد عناصر الإشعاع الطبيعي راديو اكتيفيتي. كانت حصلت على جائزة نوبل الأولى مع زوجها بيير كوري الفرنسي، وأيضا هنري بكرل الذي يعتبر هو المكتشف للإشعاع الطبيعي، ثم مرة ثانية عندما تمكنت من تحديد عنصري البولونيوم الذي سمته على بلدها الأصلي وعنصر الراديوم، وكانت بذلك أهم امرأة في التاريخ لأنها في التاريخ العلمي على الأقل، لأنها حصلت على جائزتي نوبل وماتت في الأخير، حقيقة ماتت بسبب هذا الإشعاع الطبيعي، كل هذه التجارب في المختبر فماتت بسرطان من جراء ذلك. رقم 9 في قائمتي إقليدس، يوكليد، العالم اليوناني الرياضي الفلكي الذي يعتبر أبو الهندسة. كتابه The Elements، العناصر، لا يزال يعتبر إلى اليوم هو مرجع الهندسة الأول، ولا زلنا ندرس كل قواعد الهندسة التي وضعها إقليدس منذ 23 قرنا. رقم 8 الخوارزمي، الذي هو عالم رياضيات بالأساس ولكن عالم هندسة وفلك إلى آخره، ويعتبر من أهم علماء الحضارة الإسلامية لأنه شارك بشيئين هامين جدا. أولا طبعا يعرف أن الخوارزمي وضع كتابه كتاب الجبر والمقابلة الذي وضع فيه أسس الجبر والتي أعطت اسم الجبر الآن نسميه الجبرا، الجبر في كل اللغات، نسبة إلى الخوارزمي. وأيضا اسم الخوارزمي الجوريثم، الخوارزميات هذه القواعد التي نتبعها لحل مسألة ما. الشيء الثاني أن الخوارزمي جاء لنا بالنظام العشري من الهند، من كتب الهند، فترجمها ووضعها بشكل واضح، فصرنا الآن منذ عهده نضع كل الأرقام بالقواعد 10 من 0 إلى 9، والصفر ينسب كثير ما ينسب إلى العرب، وهو طبعا ليس من اختراع أو وضع العرب إنما يعود إلى الهنود، ولكن الخوارزمي وضع هذا الترتيب ووضع الفاصلة أو النقطة التي تأتي في الترقيمات. خوارزمي عالم هام جدا. رقم 7 ابن الهيثم، الحسن بن الهيثم، الذي يعتبر تقريبا أبو البصريات، the father of optics، البصريات الحديثة، هو الذي اكتشف قواعد الانكسار والانعكاس، ووضع يعني تطبيقات كثيرة جدا للمرايا وللعدسات وغير ذلك. والمسألة الثانية التي يغفل عنها كثير من الناس أنه كان أكبر عالم في الحضارة الإسلامية ملتزم بالمنهج العلمي، بل كثيرا من الكتب وكثير من المؤرخين مؤرخي العلوم يعتبرونه هو مؤسس المنهج العلمي قبل بيكون بأكثر من 200 سنة في أوروبا وقبل العهد الحديث. في القائمة رقم 6 كوبرنيكوس، الذي كنا أشرنا إليه في حلقة سابقة وعدد من المرات، الذي وضع لنا النظام الهيليومركزي الذي تكون الشمس في المركز ولا تكون الأرض، وكنت قلت في حلقة سابقة أنه من أهم الاكتشافات وربما أهم اكتشاف في تاريخ الإنسان، فكوبرنيكوس مهم جدا لهذا الغرض وهو في المرتبة 6. في المرتبة 5 جيمس كليرك ماكسويل، العالم الاسكتلندي الفيزيائي في القرن 19 الذي تمكن من توحيد الكهرباء والمغناطيس، وضع لنا القوانين والمعادلات التي تبين أن الكهرباء والمغناطيس إنهما وجهان لعملة واحدة هي نفس الظاهرة الحقيقة، بل أنه عندما وحد لنا الكهرباء والمغناطيس اكتشف أن الموجات الكهرومغناطيسية إنما هي موجات الضوء، وبالتالي وحد لنا الكهرباء والمغناطيس والضوئيات في عملية واحدة، وهذا كان تطورا عملاقا في تاريخ الفيزياء. رقم 4 في القائمة صديقنا غاليليو غاليلي، الذي أولا قدم أدلة رصدية على أن الأرض ليست في مركز العالم، ليست في مركز المجموعة الشمسية، ليست في مركز الكون، أدلة رصدية بالتلسكوبات. أول من استخدم التلسكوب للنظر إلى السماء، وكانت قفزة عملاقة في تاريخ الإنسان، واكتشف عدد من الأشياء، اكتشف تضاريس القمر، اكتشف البقع الشمسية، اكتشف أهلة الزهرة، وكانت أهم دليل حقيقة، واكتشف أن المجرة أو عالمنا هذا الكون مليء بالنجوم إلى آخره. غاليليو قفزة عملاقة من هذا الباب. ومن باب آخر أنه أيضا طور المنهج العلمي والفيزياء وعلم الحركيات، بل كان له كتاب في ذلك مهم جدا. في المرتبة الثالثة أنا أضع تشارلز داروين، عالم الطبيعيات، عالم الأحياء الإنجليزي، الذي سواء اختلف معه الناس أو وافقوا على نظريته، لا شك عند مؤرخي العلوم وعند معظم العلماء في العالم اليوم أنه من أكبر العلماء في التاريخ، لأنه لم يأتي بفكرة التطور. هذه كانت معروفة من زمان منذ العهد اليوناني، بل كانت معروفة حتى عند العرب والمسلمين منهم الجاحظ وغيره، إنما اكتشف لنا آليات التطور، خاصة عملية الانتخاب الطبيعي. تشارلز داروين من أهم وأكبر العلماء في تاريخ الإنسان. في المرتبة الثانية وضعت أينشتاين، وربما كان يمكن أن يكون في المرتبة الأولى، لأنه عقل جبار حقيقة، يعني اكتشف أشياء من الصعب جدا لأي إنسان أن يفكر فيها، فضلا عن أن يضع لها نظرية متكاملة، معادلات، حسابات، تنبؤات إلى آخره. أينشتاين قلب لنا نظرتنا إلى العالم، سواء عالم الفيزياء يعني العادي، ماذا يجري عندما ننظر إلى الأشياء من معالم مختلفة متحركة عن بعضها البعض، هل هناك تزامن غير تزامن، ماذا يحدث إذا نظرنا إلى العالم ونحن نتحرك بسرعة عالية جدا قريبة من سرعة الضوء، ماذا يحدث إذا كنا في مجال جاذبي عالي جدا قوي جدا إلى آخره. أينشتاين عقل جبار، لأنه اكتشف أشياء من الصعب أن يفكر فيها الإنسان، لأنها مخالفة لحدثنا العادي. أما في المرتبة الأولى والعالم الأعظم في نظري وفي نظر كثير من المؤرخين مؤرخي العلوم، فهو إسحاق نيوتن. إسحاق نيوتن يعني عبقري كبير جدا، لأنه أولا وضع لنا أسس الفيزياء، وضع لنا أسس الميكانيكا، هو الذي فكر في القوى والتسارع وحركيات الأجسام وما الذي يؤدي إلى هذا أو ذاك. من جهة أخرى ساهم نيوتن بعدد من الاكتشافات والمساهمات الهامة جدا في الفيزياء، منها في علم الضوئيات، الألوان، الضوء الأبيض، اختلاط الألوان إلى آخره. وأيضا أنه اخترع لنا نوعا جديدا من التلسكوب العاكس، الذي لا نزال اليوم نستخدمه، بل كل الفلكيين المهنيين كل التلسكوبات الكبرى تقوم على المبدأ الذي اخترعه نيوتن تقريبا 50 سنة بعد اختراع التلسكوب في بداية القرن السابع عشر. يعني من الصعب أن يوفي الإنسان حق نيوتن بكل ما ساهم في العلوم في الفيزياء وغيرها، وإنما هكذا في عجالة في دقيقة أو دقيقتين يستحق أن يكون في المرتبة الأولى. فهذه هي القائمة كما أراها أنا، وطبعا يعني يمكن يكون فيها اختلافات أو وجهات نظر مختلفة. إن كانت لكم وجهات نظر، ترتيبات أخرى، علماء لم أذكرهم، وهناك كثيرون حقيقة يمكن أن يذكرهم الإنسان، ولكن من الصعب أن يختار الإنسان 10، فساهموا معنا واعطونا ترتيباتكم واقتراحاتكم. شكرا لكم.